كلما هاجم المرشح الجمهوري منافسته الديمقراطية شخصياً وليس في السياسة، كلما ارتفع دعم هاريس بين الناخبين المتأرجحين خاصة بين النساء. مقربون من ترامب نصحوه بالتركيز على برامج وأفكار منافستته بدلاً من التهجم عليها والتركيز على شخصها ووصفها بالغبية. ضحكة هاريس تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، فما قصتها؟ تكتيك تستخدمه هاريس لتسجل نقاط على ترامب، فيبدو بأن الضحك هو جزء لا يتجزأ من الحملة الرئاسية لمرشحة الحزب الديمقراطي، فضحكتها تتحول إلى سلاح مفيد في الكثير من المواقف، وهو ما يثير استياء منافسها على رئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي قال عنها: أنا أسميها كاملة الضاحكة، هل شاهدتها وهي تضحك؟ إنها مجنونة. That's why she's disappeared. That's the laugh of a crazy person. I will tell you, if you haven't done it, it's a crazy. She's crazy. كاميلا هاريس تضحك بسرعة 128 نبضة في الدقيقة، وأصبحت هذه الضحكة واحدة من أكثر سمات المرشحة تحديداً وتحليلاً للأفضل أو للأسوأ. في البداية انتشرت في مقاطع فيديو أنتجها المحافظون لعرضها وهي تضحك مراراً وتكراراً، مما يظهر أنها غريبة أو مختلة، ولكن تلك المقاطع تم استبدالها بفيديوهات معجبين تبرز ضحكتها في الأغاني الشعبية وتؤكد على أنها شيء يستحق الاحتفال، سمة تجعل مرشحة دافئة وإنسانية ومضحكة ببساطة. أظهر استطلاع جديد للرأي أن نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية هاريس تتفوق على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب أو تتعادل معه في جميع الولايات السبع المتأرجحة باستثناء نيفادا. ووفقاً لنيويورك تايمز، فإن دخول هاريس السباق الرئاسي قلب الأساسيات التي تقوم عليها هذه الانتخابات رأساً على عقب، بالرغم من أنه يظل من الصعب تفسير سبب تحول استطلاعات الرأي من أسبوع إلى آخر أو من شهر إلى آخر.